اهلا بيكم اعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. ان شاء الله دايما يا شباب تكونوا بصحة وسلامة والف خير. النهاردة يا شباب معانا موقع استثماري، وده اثبات ان الموقع بيدفع. زي ما انتم شايفين الموقع هنا كاتب دافع اهوت، وهنا بيقول لك 24 ساعة 12% بيدفع لحد يا شباب حاجة وخمسين على المية، 55% يا شباب، وكل حاجة وليها مبلغ ايداع. تمام، دي احصائيات الموقع قدامنا، والموقع مكتوب ان هو بيدفع وموقع لسه جديد. هننتقل للموقع يا شباب. ده شكل الموقع يا شباب من الخارج، ودي هنا الخطط الموجودة في الموقع. انا بقول لك لمدة 24 ساعة، الحد الادنى 100 روبل للايداع لحد 1000 روبل يوم واحد، بيديك 12%. هنا بيقول لك لمدة 12 ساعة بيدفع يا شباب 25% الحد الأدنى لدعم من 1000 ل 2000 روبل. الإيداع التالت يا شباب، أو الخطة التالتة، من 2000 ل 4000 لمدة 24 ساعة لمدة 6 ساعات يا شباب، بتدينا 35%. واللي قبلها كانت لمدة 12 ساعة، ودي هنا لمدة 3 ساعات بتدينا 55%. أربع خطط يا شباب في الموقع. وهنا الإحالات من على 3 مستويات. وهنا الموقع بيقول لك 4 أيام، عدد المسجلين يا شباب في الموقع 693، عدد الاستثمارات وعدد المدفوعات يا شباب في الموقع. وهنيجي لطريقة تسجيل يا شباب في الموقع. هنيجي من هنا على كلمة ريجستير، هتبقى الكلمة ديت أول كلمة معانا. بعد كده بنيجي نحط الاسم، اول حاجة اليوزر نيم، بعد كده الباسورد، هات الباسورد، الايميل، وبعد كده بنعلم على الشروط وبنعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، هندوس على لودينج، بعد كده بنحط الاسم والباسورد وبنعمل دخول. ده شكل الداشبورد يا شباب بتاعتنا، او الصفحة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. وهنا هتلاقي العملات كلها الموجودة في الموقع، وكمان في فيزا اهو، كله شغال. تمام، اول حاجة تخش عليها الاعدادات، تشوف المحفظة اللي انت هتشتغل عليها ايه، بتيجي تحط كده على المحفظة بتاعتك هنا كده، وتقوم تنزل تحت وتعمل حفظ زي ما انا عامل كده على بيرفكت موني والباير. وعندك هنا البيتكوين والليتكوين والاثيريوم، كل العملات الرقمية موجودة. بتحط عنوان العنوان بالشكل دوت يا شباب كده، وبتقوم جاي نازل تحت وعامل سيف. خلاص كده اتحفظ العنوان، وبكده تقدر تسحب عليه وتشتغل عليه عادي يا شباب. تمام، بعد كده تيجي للايداع في الموقع. هنيجي من الخانة اللي قدامنا ديت، تاني خانة، بعد كده بتختار من هنا الخطة اللي انت هتشتغل عليها. على الخطة الاولانية انا مثلا انا هعمل ايداع في الخطة الاولانية ب100 روبل، وهاجي هنا اختار العملة اللي انا هعمل ايداع بيها، او المحفظة اللي انا هعمل ايداع بيها. انا هختار البير، بعد كده هنزل تحت هقول له 100، هقول له ايه ايداع. بعد كده يا شباب هنا بيقول لي، هنشوف كاتب ايه كده، هو كان كاتب لي ادخل المبلغ. تمام كده هندخلنا المبلغ ونعمل ايداع، او هيحولني كده يا شباب على البير، هيقول لي ده ابعت لي 100 روبل على الرقم دوت على الحساب ده. هنخش على البير نبعت له المبلغ، وبعد كده بنحط له هنا رقم المعاملة. هنحط يا شباب هنا رقم المحفظة، ونيجي نحدد الروبل، وبعد كده هنا نحط المبلغ، ادي 100. بعد كده هدوس له ايه تأكيد، لا هنا هحط 100 هنا، وبعد كده يا شباب هدوس له تأكيد. تمام كده الايداع تم يا شباب. لو دخلنا كده على الحساب، بعد كده هنيجي ندوس هنا على المعاملة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وناخد الرقم دوت. اهم حاجة يا شباب الخطوة دي، ناخد الرقم ده. بعد كده هنرجع للموقع تاني، وبعد كده هنحط رقم المعاملة هنا، وهنقول له ايه تحقق.
يتحقق من رقم المعاملة اللي احنا ايه من الايداع اللي انا عملته. تمام، هنشوف كده الايداع بتاعنا وصل للموقع ولا. اهو يا شباب كده الايداع وصل اهو زي ما انتم شايفين، الميتروبل اهي بعد 24 ساعة على الخطة ديت كده هيوصلني 100 روبل و12 سنت. تمام، بعد كده يا شباب السحب بنيجي من هنا الويزدروم، بتحدد من هنا رقم المحفظة بتاعتك، وهنا بتحدد المبلغ، وبتيجي هنا تعمل طلب سحب. تمام يا شباب، بعد كده معانا بعد السحب هنا العمل، هنا الايداع بتاعك بقى في الموقع زي ما انتم شايفين، ده السحب او التاريخ للمعاملة بتاعتك. ومن هنا يا شباب بعد كده الاعدادات، وبعد كده برنامج الاحالة او رابط الاحالة. الاحالة 3 مستويات، رابط الاحالة اهوت، وبعد كده يا شباب لافتات لو انت عندك مدونة او موقع وعايز تعمل تحط ليك مدونة او موقع في البنار في الموقع يظهر لك بالشكل المقاس دوت حسب ما انت عايز. وبس يا شباب ده كده كان كل شيء عن الموقع. هنرجع تاني للداشبورد بتاعتنا، ادي الايداع وادي كل حاجة عنك في الموقع هتلاقيها في الخانة ديت. وبكده يا شباب نكون انتهينا من الشرح، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.